بركان، الحمد لله على السلامة يا أولاد. المرحلة دي اسمها كومبريسور الوداع، هتخرجوا من هنا بني آدمين جداد. بليهي هيبقى مسالم مع المهاجمين، ومعايا كمان مع أخوه، والبركان هيروح يتبرع بنص عقده لأعمال الخير. افتح يا ابن البلاور. ايه يا حبيبي؟ قبل ايه؟ الحمد لله على السلامة يا غالي، ما ينفعش كنت اخرجك وانت مبلول. كنت لازم انشفك. عايز اقول لك ان كل الكرو ده في مثلا منه 60% هلالية وبيحبوك. احنا فقدنا في الحلقة دي أهم فقرة بسبب الواد المجنون. فقرة بص فاتتك فقرة النعام. بورنوس هنا وهنا، بورنوس هنا وهنا. مين بيحب الهلال هنا؟ اللي يحب الهلال يقول ايه؟ ايه؟ خبر اسود. طب اللي يحب الاهلي يقول ايه؟ ايه؟ طب نعمل ايه يا جدعان؟ الناس بتحبوك يا عم. يا عم انت بقى بطل بلطجه على الناس بقى وعلى خلق الله. ايه ده اللي انت بتاع ايه ده؟ عايز ايه انت كده؟ طب دلوقتي انت لما هتاذيني هتستفيد ايه؟ قول له. والله العظيم انت من جواك بتحبني، اقسم بالله. والله العظيم ما احبك. والله العظيم اقسم بجلال الله ما احبك. انزل انزل انزل. استنوني في رمضان. استنوني في رمضان في برنامج. على برنامج رامز جاب من الاخر. رامز برنامج جاب من الاخر على ام بي سي. على ام بي سي. شافك يا ابن الرجاله. الله اكبر. الله اكبر. استنوني في رمضان. استنوني في رمضان في برنامج رامز جاب من الاخر على ام بي سي. شافك يا جدعان. اول ما واحد سيبك يا عم. انا بهزر معاك ما تكبرهاش. لا 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 والله ابدا. انا مش عايز اقول لك مين جالنا قبل كده. طب جورجينا جت ودماغها اتفتحت. ها؟ حتى انت تلاحظ اخر ماتش كده الدون ما كانش متالق. عارف مين اللي حل المشكله؟ انفانتينو دخل وكده ولم الموضوع. رامز ايوه خلاص خلاص اوكي. يلا يا جماعه ودوا الاوضه. يا جماعه ودوا الاوضه. محتويات حاجتهم رومانيه. ساعه ب 30,000 بلبل اخضر، وفي دبله. شكل الدبله دي مضروبه بس ماشي تنفع برضه. بص يا جماعه ده راجل متصالح ومتسامح. انا معايا يا حبيبي. للهندي ما هديت للحين. والله والله عندي مويه مويه. عايزين مويه. لا أنا أجي. أخوك. أنا مسامح. أنا مسامح. أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ أهلاوي. أهلاوي.